معكم تكونوا بخير، وانتم كتشاهدوا هذه الفيديو. اليوم زينت هذه المخدات لغرفة النوم ديالي وبغيت نشاركهم معكم. اللي مهتم بالامر وبغى تعرف الطريقة كيف صوبتهم تابعني حتى لاخر الفيديو. شكرا. كنحتاجو هاد التوب هدا اللي كيتباع عند ماني التواب ديال طلامط، كيدير بخمسين درهم للمتر. متر واحد دارلي تلات دارلي ربعة ديال المخدات، كنديرو فيهم 40 سنتيم على 40 سنتيم باش كتجي مخدة مقادة. كنحتاجو هاد لي موتيف هادو، كيتباعو عند ماني الخيط اللي كيديرو داك الخيط والصبرة. هاد التوب هدا ديال البيسات شاطليا من واحد القفيطين ديالي، وهادو رميشات قد قرصمتهم على كرتون وقطعتهم بهذا الشكل. هذا قطعتهم على الجلد، طرف ديال الجلد، صافي. كنحتاج 4 حيت انا نصاوب 2 ديال المخدات، قطعت 4. وبالنسبه للشنيفات غادي نصاوبهم على الطريقه هذه، رسمتهم على الكرتون وقطعتهم ونقطعهم على التوب بهذه الطريقة هذه. دابا غادي نحتاجو هاد التوب هدا للجفون ديال العين. هادوك عندي انا مقطعين، هما لي كنخدم عليهم. كنتقطعي دائرة بحال هكداك وتخليها عندك فيما تبغي تقطعي ديك الجفينات، كديري التوب لي بغيتي كتشديهم بهاد التقطعيات وتقطعي عليهم thank you.
دابا غادي ناخدو التوب اللي عندنا، غادي نقلبو على الظهر ديالو، وغادي يجينا مقاد، خصنا يكون مقاد مزيان. وغادي ناخدو مسدس الشمع ونسدو كاع جنيبات ديال المخيطة كاملة، وندور عليها نسدوها ونخليو غير شوية في الوسط، اللي غادي نخليو غير شوية في الوسط من نعمروها. بعد ما نعمروها وعاد نسدوها. ديال المخيطه كنخليو لها ارتاح من التحت، وكنقلبوها وكتجي لها هذا الشكل هذا، وكنلصقوا فيها لي موتيف اللي كانوا عندنا بهذا الشكل هذا. Thank you.
كنلصقوهم كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو زوينين بزاف، انا عجبوني، كنتمنى يعجبوكم حتى نتوما. من بعد كنعمرو المخده ديالنا باللاوط، وكنزدو داك الفسيحه اللي كتبقى بمسدس الشمع بالطريقه هذه. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، وإذا عجبو الفيديو يدير جيم، يدعمنا بسبسكرايب، وشكرا للمشاهدة الفيديو. إلى اللقاء في فيديو آخر.